متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. استقرت اليوم الأجواء في أغلب مناطق المملكة، في حين تشكلت سحب ركامية قوية نوعا ما في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشرقية وفي ساعات ما بعد الظهر والعصر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. لكن يتوقع أن يبدأ التغيير على الأحوال الجوية اعتبارا من نهار يوم الاثنين، حيث يقترب من بلاد الشام منخفض جوي علوي كما تلاحظون هذه الألوان الباردة إلى مناطق بلاد الشام في حدث غير معتاد ومتأخر جدا نسبة لهذا الوقت من العام. يتوقع أن يتوغل الهواء البارد نحو مناطق بلاد الشام، هذا بدوره سيعمل على نشوء منخفض جوي عميق بداية من المناطق الشمالية الغربية من المملكة ثم يتحرك باتجاه العراق، وهذا الأمر سيعمل على حدوث أمرين أو ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول هو نشاط كبير في سرعة الرياح متوقع في المنطقة الشمالية خلال تقريبا 72 ساعة القادمة، مما يعمل على حدوث موجات غبارية متكررة على مدار هذه الأيام، تعمل على تدني كبير في مدار الأفقية وارتفاع نسبة الغبار في الأجواء. الأمر الآخر هو نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى هطول زخات عشوائية رعدية من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، سنتحدث عنها بالتفصيل. والأمر الثالث هو انخفاض لافت على درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى خرائط توزيع الرياح السطحية والتي تشير إلى أن مع ساعات نهار يوم غد الاثنين منذ ساعات الصباح تنشط الرياح الجنوبية كرد فعل لبداية نشوء منخفض جوي فوق المناطق الشمالية الغربية للمملكة. كما تلاحظون رياح قوية ستندفع إلى الغرب من محافظة الرياض وشمالا باتجاه أجزاء الشرقية من المدينة المنورة إلى باتجاه حائل وثم سكاكا وعرعر. كما تلاحظون رياح شديدة في هذه المناطق ستعمل على إثارة أتربة ورمال وموجات غبارية على طول هذه المناطق. يقابلها أيضا في ساعات بعد الظهر نشوء لأيضا جيب من الرياح القوية جدا فوق منطقة تبوك ومنطقة الجوف، يعمل على أيضا حدوث موجات غبارية في تلك المناطق مع هبات قوية جدا من الرياح في تلك المناطق. كما تلاحظون حتى بعض الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وأجزاء من حائل والمناطق الشمالية، جميع هذه المناطق معرضة غدا لأن تشهد نشاطا كبيرا في سرعة الرياح وأيضا ازدياد في الموجات الغبارية والأتربة المثارة. مع ساعات ليلة الثلاثاء على ليلة الاثنين عفوا على الثلاثاء يتوقع أن يتعمق هذا المنخفض الجوي، ومتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والقصيم وأجزاء من العاصمة الرياض نشاطا كبيرا في سرعة الرياح، سيما في المناطق الشمالية من المملكة والتي بدورها ستعمل على حدوث موجات غبارية ربما تكون كثيفة لكنها تنتقل باتجاه الأراضي العراقية تدريجيا خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء. كما تلاحظون هنا هذه الألوان تشير إلى رياح قوية واندفاعها شمالا باتجاه الأراضي العراقية، في حين أن نهار يوم الثلاثاء سيتميز بنشاط الرياح الجنوبية على المناطق الوسطى المثيرة للأتربة والرمال، نشاط الرياح الكبير جدا في المناطق الشمالية الغربية الذي سيعمل بدوره من جديد على تكرار حدوث الموجات الغبارية كما تحدثنا بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى خرائط توقعات الغبار، قبل انتقال خرائط توقعات الغبار، هذه الخريطة تشير إلى توقعات الرياح يوم الأربعاء والتي تشير إلى نشاط رياح كبير جدا شمالية غربية إلى غربية على عموم المناطق الشمالية، وهذا بأمره سيعمل بعد مشيئة الله على حدوث موجة غبارية ربما تكون كثيفة جدا على عموم هذه المناطق، وربما يوم الخميس تنتقل جنوبا باتجاه المناطق الشرقية وأيضا ربما حتى العاصمة الرياض وهي تحت المتابعة. كل ذلك ينتج بسبب هذا المنخفض الجوي المتوقع أن يتشكل ويتحرك باتجاه الأراضي العراقية كرد فعل على اندفاع هواء بارد وغير معتاد مثل هذا الوقت من العام إلى منطقة بلاد الشام. توقعات الغبار هي محاكاة وتقريبا مشابهة لتوقعات الرياح، فبمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار وصباح وما غدا تنشط الأتربة المثارة وموجات الغبار على المناطق الغربية من محافظة الرياض بالإضافة للأجزاء الشرقية من المدينة المنورة وصولا إلى الحائل والمناطق الشمالية كنتيجة لسرعة الرياح المرتفعة. يقابلها أيضا أجواء مغبرة وأتربة مثارة بشكل لافت في المناطق الشمالية الغربية من المملكة بعيد يعني تقريبا ساعات ما بعد ظهر يوم غدا بمشيئة الله تعالى. المزيد
من الموجات الغبارية مع ساعات الليل كما ذكرنا في المناطق الشمالية من المملكة تندفع إلى داخل الأراضي العراقية بمشيئة الله تعالى، وتستمر هذه الموجات الغبارية فوق الأراضي العراقية وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة والمناطق الوسطى اعتبارا أوامع ساعات نهار يوم الثلاثاء. تعود مرة أخرى الموجات الغبارية نهار الثلاثاء إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الأربعاء فكما ستلاحظون هناك موجة غبار كثيفة على المناطق الشمالية من المملكة ذات الألوان الداكنة، والتي ستكون كثيفة وربما تمتد إلى مناطق أخرى من المملكة لاحقا وهي تحت المتابعة بمشيئة الله تعالى. فيما أخذ توقعات الهطولات المطرية، إذن هذه مع ساعات مساء اليوم فرصة لزخات العديد من الأمطار في المناطق الجنوبية وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. مع ساعات يوم الاثنين صباحا يتوقع أن تنشأ حالة كما ذكرنا من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى هطول زخات العديد من الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، سرعان ما تمتد شمالا باتجاه المناطق المحاذية لحائل وأيضا جنوبا باتجاه الحدود السعودية اليمنية بالإضافة لمنطقة شرورة ونجران. ومع ساعات بعد الظهر يوم الاثنين ومع ساعات المساء يتوقع أن ينشط هذا الحزام الرعدي الماطر ليصل إلى مناطق رفحة حائل القصيم ووصول إلى المناطق الجنوبية نجران إلى مرتفعات أبها وأيضا بعض الأحواج غير مستقرة على مناطق الجوف وعرعر. بشكل عام ميزت هذه الزخات الرعدية من الأمطار بأنها عشوائية الطابع، لكنها لا يستبعد أن تكون غزيرة أثناء حدوثها، تسبق بنشاط في سرعة الرياح مما يثير الأتربة والرمال قبيل هطول هذه الأمطار بمشيئة الله تعالى. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات فجر يوم الثلاثاء وتمتد من مناطق رفحاء القصيم أجزاء من حائل الأجزاء الغربية من محافظة الرياض وصولا إلى بعض الأجزاء الجنوبية من المملكة، وتستمر هذه الحالة الجوية حتى نهار يوم الثلاثاء. هذا الحزام المطر الممتد من جنوب غرب المملكة التي بالمناسبة ستتعرض لزخات غزيرة جدا من الأمطار خلال هذه الحالة الجوية، والتي بدورة ستعمل على جريان الأودية وتشكل السيول بشكل واسع على أغلب مرتفعات جنوب غرب المملكة. هذا الحزام المطري ممتد نحو مناطق القصيم حفر الباطن، ومن ثم مع ساعات مساء الثلاثاء يبدأ بالاقتراب من العاصمة الرياض، يتتأثر أيضا العاصمة الرياض ببعض من هذه الأمطار حتى كذلك الأمر هو نهار يوم الأربعاء. يتوقع أن يتحرك هذا الحزام كما تلاحظون نحو الشرق، فإذا كان بداية هذه الحالة كما تلاحظون إلى الشمال يوم الاثنين، يوم الثلاثاء تقترب من العاصمة الرياض وتلامسها مع ساعات الثلاثاء الأربعاء، ويوم الأربعاء يكون هذا الحزام المطري ممتد من جنوب غرب المملكة وجنوب المملكة باتجاه العاصمة الرياض والمناطق الشرقية من المملكة، مع التنويه مرة أخرى على أن المناطق الجنوبية الغربية من المملكة على موعد مع زخات غزيرة جدا أحيانا من هذه الأمطار، والتي بدورها ستعمل على تشكل السيول وجريان الأودية بشكل لافت. عودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء صافية، درجة حرارة تقريبا 22 درجة مئوية، هناك اعتدال في الطقس لكن الطقس جاف بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غدا نبدأها من المناطق الشمالية، إذا في سكاكا 37 إلى 25، في عرعر من 37 إلى 23، وفي تبوك من 35 إلى 21 درجة مئوية، وتحدثنا عن أجواء مغبرة وأتربة مثارة تبدأ اعتبارا من نهار يوم الغد. في مكة المكرمة من 39 إلى 27، في جدة من 36 إلى 22 درجة مئوية، في المدينة المنورة أجواء غدا حارة 41 درجة مئوية الصغرى 24 مع طقس مغبر، في الطائف من 31 إلى 21 درجة مئوية. جبال جنوب غرب المملكة على موعد مع زخات رعدية غدا من الأمطار 27-18 في أبها، في جزاء من 36 إلى 30، أما في الباحة من 29 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة في الإحساء طقس حار من 40 إلى 23 درجة مئوية، في الدمام من 37 إلى 25، أما في حفر الباطن من 38 إلى 27 درجة مئوية. المناطق الوسطى في الرياض من 37 إلى 24، في القصيم من 38 إلى 26، أما في حائل من 35 إلى 25، مع بداية فرصة هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة إن شاء الله غدا في حائل تنتقل لاحقا إلى كل من القصيم ومن ثم العاصمة الرياض. قبل الختام توقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، في يوم الاثنين من 37 إلى 24، يوم الثلاثاء من 38 لكن ليلا 25، وتبدأ الأحوال الجوية غير مستقرة مع ساعات الليل بحيث تهيئ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار
يشوبه أيضا الغبار والأتربة المثارة. طقس غير مستقر يوم الأربعاء بالرغم من عدم انخفاض درجات الحرارة، 37 نهارا 25 ليلا، مع احتمالية لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون أجواء مغبرة مع ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو زيارة موقعنا الإلكتروني أو تحميل تطبيقنا تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. سنكون غدا معكم في تغطية موسعة بشأن هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.